مشاهدينا خلونا دلوقتي نروح لزميلتنا هالة ونعرف منها موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. تفضلي هالة. شكرا بسنت، وأهلا بكم في موجز لأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية. النادي الأهلي أعلن انضمام رضا سليم جناح الجيش الملكي المغربي لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمدة 4 سنوات قادمة، ويحق إضافة سنة أخرى لمدة العقد إذا رغب النادي الأهلي في ذلك. النادي الأهلي وافق على إعارة لاعبه مصطفى البدري لنادي سموحة لمدة موسمين في فترة الانتقالات الصيفية الحالية. انتهت إعارة مصطفى البدري لفيوتشر، ورفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق عودة اللاعب للقلعة الحمراء في الموسم الجديد. وأعلن نادي الجونة الصاعد حديثا إلى الدوري الممتاز تعيين علاء عبد العال كمدرب جديد للفريق في الموسم المقبل. رحبت الصفحة الرسمية لنادي الجونة بتعيين علاء عبد العال مديرا فنيا للفريق، وعلقت: نرحب بالمدير الفني الجديد لنادي الجونة علاء عبد العال، مرحبا بك في الجونة. فريق الشباب السعودي حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 1-0 في المباراة اللي جمعتهم على استاد مدينة الملك فهد بالطائف في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة للبطولة العربية. بالنتيجة دي الشباب السعودي بقى في المركز الثاني في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقط بفارق الأهداف لصالح فريق النصر السعودي اللي في صدارة المجموعة برصيد 4 نقط، الزمالك في المركز الثالث ب3 نقط. فريق النصر السعودي فاز على الاتحاد المستيري التونسي بنتيجة 4-1 خلال فعاليات المباراة اللي أقيمت امبارح على ملعب استاد مدينة الملك فهد بالطائف في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال 2023. وطبعا بالنتيجة دي ودع فريق الاتحاد المستيري البطولة ب0 نقاط، وبقي له مباراة أخيرة مع الشباب في الجولة الثالثة. فريق الرجاء البيضاوي المغربي تأهل للدور ربع النهائي من البطولة العربية بعد ما حقق الفوز على الكويت الكويتي بثنائية نظيفة خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين بملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية. فريق الوحدة الإماراتي بقيادة مدربه الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني حقق الفوز على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2-1 في المباراة اللي أقيمت باستاد مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية الأبطال 2023 ليتأهل لدور ربع النهائي من البطولة. ونادي اتحاد جدة السعودي أعلن ضم اللاعب البرازيلي فابينو نجم خط وسط ليفربول الإنجليزي بصفقة تمتد ل3 سنين قادمة خلال فترة الانتقالات الحالية. وخلصت نشرتنا الرياضية، وهنعود مرة أخرى لبسنت واستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. بشكرك يا هلا، شكرا ليكي.